انا بشتغل بقى 4 سنين، وبشتغل عشان بابايا متوفي، وبصرف على والدتي واختي. وانا في مدرسه في تانية اعدادي، واختي في مدرسه في تانية ثانوي. كبر قبل الاوان واصبح رجلا وهو طفل عمره لا يتعدى 14 عاما. دخل محمود عالم الكبار بعمله في هذا المقهى، عمل شاق ومرهق يقوم به يوميا ولساعات طويله مليئة بطلبات الزبائن التي لا تنقطع. بنزل طلبات للناس، وبودي برضو مشاريب ورا شيش وهاوي وكده، وممكن اقف هنا برضو اعمل قهاوي، عشان انا بشتغل في الاجازه هنا، فما عنديش وقت ان انا اقعد اجز ولا اخرج مع اصحابي ولا اجي ولا اخرج ولا العب ولا اي حاجه. فالجنيه برضو اللي انا بشتغل بيه هنا ما ينفعش ان انا اخرجه في اللعب ولا حاجه، لان المشاريب مش مكفيه حاجه. 25 جنيه ما مش بيعملوا حاجه. علمت الحياة الصعبة محموداً أموراً أكبر من عمره، كونه العائلة بعد وفاة أبيه لأسرة مكونة من أخت تدرس وأم تعمل هي الأخرى كي تلبي احتياجات أسرتها الصغيرة. أنا بشغله في الأجازة، منه بيساعدني ومنه عشان ما يلعبش في الشارع ويمشي مع العيال البايظة. يعني أنا محافظة عليه، بخاف عليه من أي حاجة، لاني هم دولت اللي انا طلعت بيهم من الدنيا. وبشتغل الجورنانين وباخد 300 جنيه معايا دروس ومصاريف، وبندفع طلبات في البيت وحاجات وكده يعني.